يا ريت حضرتك بس اي حاجه تتحط على وشي، يعني انا بشرتي حساسه، بس خلي بالك انا دكتور وعارف يعني. انا تقريبا كده بقيت شبهه بالظبط صح، والنضاره خلاص. ايه اللي ناقص عشان ابقى احمد السقا؟ الحسنه. الحسنه؟ اتفضل حط الحسنه. ايه رايك؟ ايه ده؟ ايه حلوه؟ الله انت بقيت شبهه بالظبط، انا شكلي هحبك. شكلي امال انت ما كنتيش بتحبيني؟ ايه اللي البواخر؟ ما تكلمي عادي. لا يعني قصدي اكتر يعني. لا 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 طلع احمد. ايه ابن خالتك اسمه الاستاذ احمد، بدل ما حد يسمعنا كلمه. ايه حكايه ابتديت احبك دي؟ يعني انت الاول ما كنتش بتحبيني، لما بقيت شبه احمد السقا. خلي بالك من كلامك، ها في احساس. هو انت كل حاجه لازم كده تقعد تعلق عليها؟ لا عشان قلتيها انا حسيتها قوي. خلاص يعني في ايه؟ ايه اللي في ايه؟ انت تعالي صوتك عليا قدام الماكينه. انت بتكلمني كده ليه اصلا؟ لا وطي صوتك، وطي صوتك، اوعي تعملي كده. وانا غلطان انا جيت معاكي اصلا؟ مش هرد عليك دلوقتي. وطلع لك تقدر ترد. بس 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 يلا 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 بينا. اعمل ده في البيت. يلا يلا يلا. يعني اعمل ده في الكلام كويس. طب يلا اتفضل اتكلم بطريقه كويسه. ايه اللي فظيع؟ جاهزين؟ يلا جاهزين. كان المفروض افكر 1000 مره قبل ما اخطب واحده تافهه زيي. طب جاهزين يا بيت؟ اتفضل. وانا ممكن اروح اوراتكم كلكم. اتفضل. انا افكر بعد اللي احنا داخلين نعمله ده، افكر ان انا اصلا احتمال ما كملش معايا. يعني ما كملش احسن. احسن ماشي ماشي. انت ماسكني ليه بس؟ يلا بس قوم. حضرتك تتكلم كويس، تتكلم مع دكتور. طب يا ماشي. لا لا وايدك، ايدك معلش، ايدك ما تمدش ايدك عليا. لو بس اتكلم كويس. ماشي انا بتكلم كويس، احنا جاهزين. لو سمحت انا اسمي الدكتور فوزي.